والحديث أكثر حول تداعيات استئناف العلاقات بين السعودية وإيران تنضم إلي الصحفية في I24 نيوز أريج حكروش. أهلا بك أريج. أريج، بعد الإعلان عن عودة العلاقات بين إيران والسعودية لم يكن هناك حتى الآن تصريح رسمي من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، على الرغم من كل التقارير التي تتحدث عن قلق إسرائيلي. هل هناك تصريحات جديدة وكيف سينعكس هذا التقارب على وضع إسرائيل في المنطقة؟ طبعا لورين، يعني الآن حتى الآن ليس كما أسلفتي، ليس هناك أي رد رسمي إسرائيلي من أي جهة حكومية، ولكن الإعلام الإسرائيلي اليوم يتحدث عن هذه المخاوف ويعبر عنها بشكل واضح وجلي، خاصة ما بعد هذا التطبيع الإيراني السعودي. هناك أيضا لقاء برلماني بين وفد برلماني بحريني وأيضا وفد برلماني إيراني لأول مرة منذ العام 2016، عندما قطعت طبعا البحرين والسعودية علاقاتها مع إيران. طبعا هذا اللقاء لم يقتصر على الوفد البرلماني البحريني، وأيضا الوفد البرلماني الإيراني التقى رئيس مجلس النواب البحريني، وهذا يعني تصعيد. لذلك الإعلام الإسرائيلي اليوم يتحدث عن يعني تطبيع وشيك يمكن أن يكون للبحرين وعدد من الدول العربية، أيضا أبرزها أيضا الإمارات، خاصة وأن الإمارات يعني باركت هذا التطبيع السعودي الإيراني. وهناك يعني تقارير تقول أن يمكن أو قالت تقارير إسرائيلية أن هناك صفقة عسكرية بالفعل تمت ما بين إسرائيل أو ستتم ما بين إسرائيل وما بين الإمارات، ولكن هذه الاتفاقية الآن ألغيت. ولكن يعني ظهر رئيس الحكومة الإسرائيلية البارحة بنيامين نتنياهو ويعني نفى كل هذه الأقاويل، ولكن نشير أنه ليس هناك أي رد إماراتي حيال هذه النقطة أو حيال هذه التقارير. يعني هذا ما يعزز المخاوف الإسرائيلية. أيضا يعني هناك الرئيس السابق لمعهد الأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي عاموس يلدن قال في مقالته أن هناك يعني تغيير بموازين القوى في الشرق الأوسط، ولكن يعني نتنياهو الآن غير مكترث بهذا الشيء ويكترث فقط في الوضع الداخلي والانقلاب القضائي، في يعني اتهام لبنيامين نتنياهو أن هناك يعني هناك بالفعل تغير في الموازين. طبعا يعني المخاوف الإسرائيلية الآن نشير إلى نقطة واحدة، أن المخاوف الإسرائيلية الآن كما تأتي على لسان الجهات الإسرائيلية أنه الآن الحديث ليس عن تطوير أطر التطبيع بل على الحفاظ على الاتفاقيات أو اتفاقيات أبرهام. يعني هذا الحديث اليوم بالوقت الذي كان الحديث عن تطوير أطر التطبيع. الفكرة أريج، نكتفي بهذا القدر. الزميلة الصحفية في I24 نيوز أريج حكروش، شكرا جزيلا لك.